دلوقتي كذا حد برضو كان بيسأل على كلية آداب، كام حد مستني كلية آداب؟ دي حاجة كويسة قوي يعني، كويس ان انتوا في ناس كتير كام مقبلة على كلية آداب. كلية آداب كمان كلية متنوعة بقى، مش تخصص واحد. وفي لا هدوء يا جماعة، بتتكلموا في ايه يعني؟ هدوء، ايه اللي بتتناقشوا فيه يعني؟ مش معقول. الكعب العالي. في كليه اداب بتاعتها كليه الكعب العالي، انا هموت. ليه الكعب العالي يعني؟ لا وتعملي بدماغك كده. ولو عالي كم سنتي يعني؟ ليه الكعب العالي؟ هي بص، فاكرين وفاء اللي قلت لكم عليها، وفاء وكريم؟ هي دي وفاء. وفاء في الوفاء. تحيه لوفاء موجودتها معايا. وفاء كانت الهوست السنه اللي فاتت، هي وكريم نحييهم تاني هما الاثنين مع بعض. وان شاء الله نكون قدرنا. وفاء وصايد بقى، انت كل شويه سقف له وفاء وكريم، سقف له ماما وبابا، تحيه لاخواتي. سيبيهم هما يتكلموا بقى، سيبيهم. المهم يا جماعه دلوقتي هنسمع كليه اداب من وفاء محمد وياسمين الملكي. صباح الخير. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين النهارده في اليوم. معاكم وفاء محمد. احنا النهارده هنكلمكم عن كليه الاداب. عايز اقول لكم على حاجه، مش عارفه انتوا عارفينها ولا لا. انتوا تعرفوا ان بيطلق يعني على كليه الاداب ان هي كليه الكعب العالي؟ حد عارف ليه؟ عشان ايه؟ طيب يا جماعه هقول لكم. للاسف ما تتفاجئوش لما تدخلوا تلاقوا ان الكليه كلها تقريبا بنات. طبعا دي حاجه سيئه لينا، صح ياسمين؟ للاسف. طيب لا بالراحه كده يا جماعه، ما تقلقوش. اول حاجه لما بتظهر نتيجه التنسيق وتاخد الموبايل او اللاب وتدخل بيه اوضتك وتقفل على نفسك، طبعا بتجيلك نتيجه التنسيق بتاعتك كليه الاداب، بيبقى هو ده بمنظرك بالظبط، مش قوي يعني. المهم تطلع كده تقول لهم يا جماعه انا جات لي كليه الاداب، دي الكليه يا جماعه من بره، ان شاء الله تحبوها وتتعرفوا عليها كويس قوي. محدش بيعمل لك حساب، محدش بيعمل لك حساب. بس عشان ما نتفهمش غلط يا جماعه، محدش بيعمل لك حساب. اول ما تدخل الكليه بتبقى عامل بالظبط زي اول يوم دراسه ليك في المدرسه او الكيجي، ما تبقاش عارف اي حاجه، وبتقع مع ناس زمايلك في الكليه بعد كده تقول له لو سمحت انا عايز ادخل قسم جغرافيا، اطلع له منين؟ يقول لك شايف المبنى اللي هناك ده؟ تقول له اه. يقول لك اطلع اطلع اطلع، وبعدين اكسر شمال في يمين الدهليز اللي هناك ده. تفضل طالع طالع طالع، وبعدين تلاقي نفسك وقعت في قسم فلسفه. بعدين تقول طيب ماشي، طب لو سمحت انا عايز اعرف تفاصيل اكتر عن قسم اعلام، انت اكيد طالب زيي وسالت برده. يقول لك ايه ده؟ انت عايز تدخل القسم ده؟ تقول له اه. يقول لك جايب كام في الميه؟ هو حاجه و80. لا القسم ده بياخد فوق 90% وبدرجات معينه وبشروط ما فيهاش اي حد يدخلها للاسف يعني. فانت ما حدش بيعمل لك حساب، وده دورنا ان احنا النهارده بقى نعمل لك الحساب ونقول لك بالظبط على الكليه وتفاصيلها. الكليه في الاول التنسيق بتاعها حد ادنى ادبي السنه اللي فاتت اخذت من 318.5، ومن علمي حد ادنى 289.5. طبعا واضح ممكن نص القاعه دي تدخل اداب اصلا يعني، صح؟ صدق او لا تصدق يعني احنا عندنا 16 قسم في الكليه، يعني ما اظنش ابدا ان في اي حد عنده ميول مش هيلاقيها جوه الكليه. عندنا 8 اقسام مشروطين و8 غير مشروطين. اول حاجه هنتكلم معاكم على الاقسام المشروطه. عندنا اول حاجه قسم الصوتيات واللسانيات، فوناتكس اند لينجويستكس. القسم ما اسموش فوناتكس يا جماعه، يعني انا مش عارفه ليه الناس تقول فوناتكس، هو ما اسموش فوناتكس، لا هو اسمه فيناتكس، اسمه فيناتكس. تمام، دي اول حاجه تقريبا ممكن تعلمها لما تدخل القسم. شروط دخول القسم بيبقى فيه امتحان الكتروني، الامتحان ده بيكون على الجرامر والفوكابلري بتاعت الانجليش بتاعت ثانويه عامه، بيكون من 1000. لازم تنجح في الامتحان، وبيكون في انترفيو. الانترفيو ده بيكون من 25 درجه مع دكتور من دكاتره القسم، يعني هما لازم يميك شور ان انت ما عندكش اي لدغه او غلطه في الكلام او كده. وبيجمع مجموع الثانويه العامه ومجموع اللغات ومجموع الانترفيو، وبياخدوا اعلى حوالي 50 او 60 طالب. كل من عنده دلوقتي لدغه او غلطه في حرف يبدا يعدلها يا جماعه. انا كان عندي رهو، كنت بقف قدام المرايه يعني، بس الحمد لله صلحتها.
احنا بنشتغل في حوالي 3 فيلز مثلا مختلفه، تعليم العربي للاجانب، اي حاجه ليها علاقه بالساوند سيستم، تعليم يعني تصليح عيوب النطق والكلام واللايف ستايل، ازاي ننطق انجلش صح والحاجات دي. قسم اللغات الشرقيه، قسم اللغات الشرقيه من الاقسام المشروطه، بياخد مجموع اعلى 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 طلبه تتقدم له، مجموع الثانويه العامه ومجموع اللغات. الدراسه فيه من الفرقه الثانيه فيها 3 شعب، تركي وعبري وفارسي، بيبقى على حسب المجموع بيتحدد كل سنه. المجالات العمل بتاعت قسم اللغات الشرقيه، اي حاجه ليها علاقه بالمجال الدبلوماسي، اعلام، ترجمه، سياحه، تدريس، اي حاجه ممكن تستخدم فيها اللغات اللي انت بتتعلمها في القسم. برنامج اللغات التطبيقيه الفلا، البرنامج ده هما بيدرسوا فيه اي حاجه ليها علاقه بالنتوركينج، اي حاجه ليها علاقه باللغات الفرنسي والانجليش والعربي، بعض الحاجات اللي ليها علاقه بالماركتينج. بتفرع فيه دراسه من الفرقه الثانيه لشعبتين، شعبه ترجمه وشعبه معلومات واتصال. لازم عشان تدخل قسم اللغات التطبيقيه تجتاز اختبار اللغه الفرنسيه اللي بيتعمل، بيكون برضو اختبار الكتروني. بيشتغلوا في اي شركات السياحه والطيران، البنوك، اي حاجه برضو بيستخدم فيها الفرنسي والانجليش، لان هو بيكون المفروض متخرج وهو يعني بيتكلم الثلاث لغات بطلاقه. قسم اللغه الفرنسيه لازم تكون خريج مدرسه فرنسي، ولازم تكون جايب درجه معينه بيحددها القسم كل سنه في الفرنسي. مجالات العمل ترجمه وتدريس، واي حاجه تقدر تستخدم فيها اللغه اللي انت بتتعلمها. طيب بنكمل تاني في الاقسام المشروطه. قسم اللغه الانجليزيه، انت في اللغه الانجليزيه القسم ده بياخد 60 طالب، لازم درجه الثانويه العامه بتاعتك تكون 45 من 50 في الانجليش، ممكن تزيد او تقل على حسب كل سنه، وما يقلش مجموعك عن 75%. في الاي جي برده ممكن يقدموا، بيبقى التوتال بتاعهم جايبين بي في ماده الانجليش، وبرده الدبلومه الامريكيه والشهاده الالمانيه ممكن ان هم يدخلوا القسم ده. الفكرة ان انت اول ما بتدخل القسم لازم بتعدي على امتحان اختبار يعني، وبيكون برضو ليه رسوم معينة ان انت بتدخلها، وزي ما قلنا القسم بيقبل 60 طالب بس، بيزيد او بيقل على حسب كل سنة. المجالات العمل برضو في التدريس، في الدعاية، في الكتابة، اي حاجة تقدر ان انت تستغل بيها اللغة بتاعتك. قسم الاعلام برضو ده من الأقسام المشروطة، لازم مجموع الثانوية العامة بتاعك، وجماعة يعني ملحوظة القسم بياخد مجموع عالي، بس برضو بيبقى على حسب كل سنة، يعني من أدبي ممكن بياخد فوق 90%، من علمي ممكن ياخد 88 89، ممكن أقل أو أزيد على حسب كل سنة. يعني لو دخلت حد قالك بياخد مجموع عالي جدا وفوق 95 و96 تسمعش كلامه. مجموع اللغات بتاعتك اللي هو الانجليش والعربي والفرنش او على حسب اللغه الثانيه اللي انت اخترتها، وفي بيبقى اختبار تحريري وانترفيو مع الدكتور اللي بيبقى معاك. دي الشروط اللي انت بتدخل بيها. من سنه ثالثه بتبدا ان انت تتخصص في شعبتين، يا شعبه الصحافه يا شعبه العلاقات العامه والاعلان. طيب عشان بس في امبارح شباب معانا زمايلنا قدموا في كليه الاعلام، هو ايه الفرق ما بين القسم وايه الفرق ما بين الشعبه؟ هو في قسم في فرق، سوري، الفرق ان ده قسم يا جماعه، فاحنا القسم عندنا صغير شويه، ما فيش تخصص انجليش، يعني ما فيش قسم اعلام لغه انجليزيه او ما فيش قسم بيدرس بالانجليش، لا هي كلنا دراستنا في انجليش وفي عربي. ما فيش للاسف حتى الان شعبه الاذاعه والتلفزيون، هي متقسمه ما بين شعبه الصحافه وما بين شعبه العلاقات العامه. مجالات العمل طبعا في الصحافه، في الاذاعه والتلفزيون، في الشركات بالنسبه للعلاقات العامه. قسم الاثار والدراسات اليونانيه والرومانيه، بيبقى عندك مجموع اللغتين اللي هم الانجليش واللغه الثانيه، وعدد الطلاب المقبولين بيكون 200 طالب، ممكن يزيد او يقل على حسب كل سنه. مجالات العمل طبعا اشراف على مواقع اثريه او ارشاد سياحي. قسم الدراسات المسرحيه، الشروط فيها اختبار تمثيل باللغه العربيه والعاميه، وبيكون فيه اختبار تحريري، ومجالات العمل طبعا تمثيل وما الى ذلك. يعني معانا الثمان اقسام التانيين الغير مشروطين. بدايه يا جماعه انا فرقه رابعه قسم فيناتكس، وياسمين فرقه رابعه قسم اعلام، تمام؟ بس وفاء النتيجه ما طلعتش عشان نبقى نقول في سنه رابعه. لا لا ان شاء الله احنا متفوقين على فكره، يعني الحمد لله. قسم الجغرافيا والمعلومات، بصوا يا جماعه مش انا قلت لكم ان الكليه كلها بنات؟
هي فيها حبه ولاد صغيرين هما في القسم ده تمام، يعني مش قادره اقول لكم. اوكي الدراسه فيه من الفرقه الثالثه بتبتدي تتقسم للشعبتين جي اي اس ومساحه. مجالات العمل بيشتغلوا اما مساحين في مواقع او مصممين خرائط. لا يعني ما تفهموناش غلط، ده المسمى الوظيفي بالظبط يا جماعه، مساحين مش بيمسحوا كده، لا لا ده حاجات ليها علاقه بالخرائط والاجهزه. احنا بنشوفهم دايما في الكليه بيبقى في جهاز كده لونه اصفر بيعمل زي الميكروسكوب وهما بيبقوا واقفين قاعدين يعملوا كده. انا في اول مره دخلت الكليه لا يا جماعه الناس دي بتعمل ايه دول؟ طبعا ناس دول ولا ايه يعني، بيبقى شكلهم حلوين كده مهندسين يعني. بيبقى اسمك اخصائي مساحه يعني بتبقى مهندس مشرف مع المهندس اللي هو بيبقى خريج هندسه، بتبقى موازي ليه او مكملين لبعض يا جماعه. مش حاجه حلوه، حاجه حلوه مش حاجه وحشه يعني. بعد كده عندنا قسم الفلسفه، الدراسه فيه من الفرقه الثالثه بتتقسم لثلاث شعب، فلسفه عامه، فلسفه سياسيه، وشعبه العلوم وفلسفتها. طبعا بيشتغلوا في اي حاجه ليها علاقه بتدريس الماده. قسم المكتبات، في قسم المكتبات بيدرسوا اي حاجه ليها علاقه بالكتب والفهرسه، بيشتغلوا في المكتبات طبعا وفي الفهرسه والتصنيف. مش هم دول اللي بيبقوا الاول ما تدخل مثلا مكتبه ليا ست اللي بتبقى لابسه النظاره ديت ومثلا بتبقى قاعده بتعمل بزله او اي حاجه وتقول لك او كده، لا مش هي، دول بيبقوا ناس بيشتغلوا دلوقتي بالكمبيوتر وحاجات متطوره يعني. بعد كده قسم الانثروبولوجي، الدراسه فيه من الفرقه الثالثه بتتقسم لشعبتين، شعبه الانثروبولوجي وشعبه التراث والمتاحف. بيشتغلوا طبعا في المتاحف يعني. اوكي طيب قسم علم النفس، لمن لم يحالفه الحظ لا قدر له ما دخلش كليه الطب ونفسه يبقى دكتور بقى خلاص. انت مش هتبقى دكتور بالظبط يعني، بس انت ممكن في قسم دكتور اصلا اساسا خلاص بلاش احباط يا وفاء، خلينا نلوم من الاول كده مش عشان احنا كنا علم علوم بلاش احباط بلاش لا بس احنا داخلين بارادتنا على فكره يعني. انا جايبه 91 وياسمين جايبه 91 جايبه 88 بنطق في صورتك يعني انا غلطانه. المهم يا جماعه قسم علم النفس، انت ممكن بتدخل بتدرس المواد اللي ليها طبعا علاقه بعلم النفس والنفسويات والكلام ده كله، وبعد كده ممكن تعمل شهاده معادله من تبع كليه الطب وبتبقى اخصائي نفسي، يعني ما بتبقاش دكتور بالظبط بس بتبقى اخصائي نفسي. فيعني ممكن تحلل شخصيات بقى، تقعد تشتغل كده مع الناس كده تقول له انت مش متظبط لا انت بتاع كده هو يعني. طيب قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية، بعد كده انت بتتخصص من الفرقة الثانية لشعبة التاريخ او الآثار المصرية او الآثار الإسلامية. بعدين مجالات العمل في الإعلام، المجال الدبلوماسي، الهيئة العامة للآثار او التدريس. قسم اللغة العربية، مجالات العمل فيها التدريس، العمل في وسائل الإعلام، الترجمة برضو على قد ما تقدر انت بتشتغل في اي مجال عمل ليه علاقة باللغة. قسم علم الاجتماع، انت بتتخصص في مجال العلاقات الإنسانية في البنوك والشركات او متخصصين في مجال رعاية الشباب والسياحة. طيب يا جماعة عايزين نقول لكم في الآخر انه قدر الله يعني ان انت دخلت الكلية، انا عارفة ان مفيش ناس كتير عايزينها بس مش مهم صرف النظر يعني، مع انه احنا جايين نهدم الفكرة دي هنا. انت ممكن تتعلم اي حاجة انت عايزها اونلاين دلوقتي، بقى فيه يعني الانترنت دلوقتي غني جدا تمام، بصرف النظر انت دخلت الكلية او ما دخلتهاش انت تقدر تتعلم نفس الوقت تقوي نفسك باي حاجة انت عايزها على الانترنت. هو بس حاجة برضو اخيرة زي ما وفاء قالت على السولف ليرنينج، انت ممكن تتعلم اي حاجة، نمي مهاراتك، ما تبقاش شايف ان الكلية هكلم عن اداب خاصة يعني، ما تشوفش ان اداب ايه ده لا دول مش بيدرسوا اي حاجة او ان الكلية نظري بس وانا مش بعرف احفظ. اللي قالك المعلومة دي غلطان 100%، لان انت لازم تبقى فاهم كويس اللي انت بتدرسه علشان تعرف تحل. انت لو فاهم هتعرف تكتب ومش هتبص في الثلاث اربع كتب اللي هم خاصين بالمادة بتوعك، افهم علشان تكتب. ده في اي حاجة ادبية علمية ايا كان. اللي بيقول لك ان انت بتدرس نظري بس برضو ده غلطان، لان انت في اي قسم من اقسام الكلية انت لازم بتنزل تدريب عملي. فيا جماعة احنا بس حابين انت لو حتى مش عايز تدخل الكلية وعايز تدخل اي كلية ان كانت ربنا يوفقكوا فيها، حابين ان احنا نغير بس ولو نظرة بسيطة عن كلية الاداب. لو في اي سؤال انا وفاء دي الكونتاكس بتاعتنا. شكرا لكم.